أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة خاصة من برنامج استشارية الشارقة، حيث نستعرض بعض من حلقات البرنامج الذي يسلط الضوء على أعمال المجلس الاستشاري وإبراز دوره في مسيرته. فالبرنامج هو الأول من نوعه على مستوى الدولة والمنطقة، الهدف لنشر الثقافة البرلمانية لدى أفراد المجتمع. كنا نحن حابين من زمان أن يكون في برنامج يسلط الضوء على فعاليات وعلى جميع الأنشطة التي تقام تحت قبة هذا البرلمان، ونتمنى إن شاء الله أن يعني توصل هذه الصورة للناس، وخاصة اللي هم متشوقين من الشعب، لأن هذا في النهاية صوت الشعب، ونتمنى أنهم يوصلهم الكلام ويوصلهم، لأن أنتوا دوركم مهم جدا في الإعلام، أنكم توصلون صوت الشعب وصوت الأعضاء والنقاشات اللي تصير تحت قبة هذا البرلمان. جدا سعيد وافتخر اليوم بوجودي في هذا البرنامج، وأشكر كذلك القائمين على هذا البرنامج. صراحة برنامج اليوم يلبي احتياجات في الممارسة البرلمانية في دولة الإمارات وفي إمارة الشارقة بشكل خاص. عبر هذا البرنامج نقلنا للجمهور كل ما يحدث تحت القبة البرلمانية وكل الأدوار والمهام التي تقوم بها مختلف لجان المجلس. دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر شهد عقد المجلس 17 جلسة عامة ناقش خلالها سياسة 6 دوائر وهيئات حكومية. وبعد المناقشة المتعمقة حول سياسات هذه الدوائر والهيئات، توصل المجلس لتبني وإصدار 73 توصية. ففي مجال الاختصاص التشريعي، ناقش المجلس 3 مشروعات قوانين محالة من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة. أما بالنسبة لاختصاص توجيه الأسئلة البرلمانية، فقد طرح المجلس 3 أسئلة برلمانية تناولت مختلف القضايا الحيوية التي تهم وتحقق آمال وطموحات مواطني الإمارة. طبعاً مثل ما تعرفون مجلس استشاري ممارسة الشورى يعني في البداية. بالنسبة للأهداف، نحن أهدافنا تكاملية مع الحكومة في العملية الرقابية والتشريعية. جميل. لو تحطين عن أعمال المجلس بشكل مستفيض. المجلس استشاري عبارة عن مجلس من رئيس، وعندنا نائب رئيس، وعندنا هيئة مكتب اللي هي تضم الرئيس والنائب ورؤساء اللجان. عندنا لجان متخصصة، يصير عملية الانتخاب في بداية كل دور انعقادي، ينضمون الأعضاء لهذه اللجان حسب تخصصاتهم وحسب رغباتهم، ويصير تصويت على عملية اللجان. في بداية كل دور انعقادي يصير اجتماع لهيئة المكتب، تضع خطة تشريعية، خطة عفوا رقابية، وترفعها للحكومة لاعتمادها، وعلى أساس هاي الخطة تكون جلسات طوال الدور الانعقادي. نحن لدينا 6 إدارات ابتداء من الشؤون القانونية والبرلمانية، وعندنا إدارة تقنية المعلومات اللي هو الدعم التقني لأعضاء المجلس، بالإضافة عندنا إدارة الخدمات المساندة. أحب الإشارة أن الخدمات المساندة للأمان العام للمجلس دارت عمليات مالية وإدارية 4 مرات، منها طبعاً الشغل الشاغل للمجلس اللي مكافآت الأعضاء ورواتب الموظفين والعلاوات، العمل العادي. نضيف عليها أن من إدارة الخدمات المساندة نقوم بدعم البرلمان العربي للطفل، كذلك تم من خلال هذه الإدارة دعم لجنة الشارقة لاستضافة البرلمان العربي للطفل، والانتخابات اللي عملت على مرتين كل من هذه الإدارة. بالإضافة عندنا إدارة المعرفة اللي تحدثت عنها اللي تقوم بالدراسات، والحمد لله يعني كملنا تقريبا 4 سنوات نعمل التقرير البرلماني، نزود فيه الأعضاء عشان يوم يكون وقت المناقشة عارف شو اختصاص الدائرة المناقشة من حيث التوصيات والردود على التوصيات وقانون إنشاء أو مرسوم والهيكل التنظيمي وعدد الموظفين، فعشان يدخل العضو يكون يعني جاهز للمناقشة. وعندنا إدارة الاتصال الحكومي واللي نركز عليها لنقل أعمال المجلس يعني للجمهور.
بالإضافة عندنا الإدارة الأخيرة اللي نحقق منها الآيزو اللي هي إدارة الاستراتيجية. استشاري الشارقة رافق الأعضاء في حلهم وترحالهم، فالبرنامج كان حاضراً أثناء الزيارات والجولات الميدانية للأعضاء بهدف توضيح آلية العمل التي تثمر بمجموعة من التوصيات وإجازة مشاريع القوانين وغيرها. مختلف لجان المجلس الاستشاري قامت بجهود متميزة وعمل دؤوب، حيث عقدت اجتماعات وقامت بزيارات ولقاءات بإجمالي 40 اجتماعاً و36 زيارة عمل، كما بلغت اجتماعات وزيارات هيئة مكتب المجلس 4 اجتماعات وزيارات عمل. وبالنسبة للشكاوى، فقد تلقى المجلس ما يقارب 162 شكوى شخصية وإلكترونية. بالمقابل استقبل المجلس عددا من المقترحات بلغت 14 مقترحا، منها 4 من الأعضاء و10 من الجمهور، وقام المجلس بدراستها والتوصل إلى قرارات مهمة بشأنها، وتم الأخذ بهذه المقترحات وتحويلها إلى الجهات المعنية. هل من خطة للقيادة للعمل على فتح بابا للقبول لتعيين دفعات جديدة من الأفراد لسد النقص من جهة، وقبول المواطنين لتأهيلهم للمهام الشرطية الحيوية لدى القيادة؟ تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية حول مشروع قانون رقم لسنة 2021 بشأن الموازنة العامة لحكومة الشارقة عن السنة المالية 2022. أسأل رئيس الدائرة من توجيه هذا الحاكم، ما أصدره ولا ما طلعه إلا في حالات بالفعل وصلت لسمو الحاكم والحاكم وجه فيها، والحالات هاي موجودة وما زالت يا سعادة الرئيس. هني أول شيء شو الشروط اللي ماشي عليها الدائرة؟ هل من توجه لرفع سقف المبلغ المخصص للإسكان الحكومي ليتخطى حاجز 800 والوصول إلى المليون؟ نشكر مدير عام بلدية الشارقة على لفتته الكريمة في توطين الوظائف الإدارية وحاجتنا إلى سرعة إنجاز المباني، وذلك لفتح شواغر جديدة لاستيعاب المواطنين الباحثين عن عمل بجانب الإسراع في إحلال الوظائف الحالية، مع طلب وهو خارج موضوع السؤال البرلماني إلى أهمية النظر أيضا في وضع مبنى مدارس تعليم السياقة في منطقة الناصرية بمدينة الشارقة والعمل على إحلاله، لأن صراحة كثير عليه شكاوي في المجتمع. ما إمكانية توجه الدائرة للعمل على اختصار زمن إصدار الخرائط والذي يمر عبره 3 مراحل تأخذ قرابة 6 أشهر إلى فترة وجيزة؟ السؤال الأخير أو الاستفسار الأخير، سعادتك، تعاني بعض المناطق من عدم توفر البنية التحتية وكذلك التسوية. اللجنة بعد أن تدارست نصوص مشروع القانون الذي يتضمن ديباجة للمشروع و15 مادة وتبادلت الآراء والمقترحات، فأنها ترى ما يلي. سعادة الرئيس، بالنسبة للتوصية هاي من 4 أسطر، أول سطرين يبقى، والشق الثاني من التوصية يعني أقترح حذفه، لأن بنوسع الباب ومثل ما تفضلوا الأعضاء بنشجع على العنوسة، لأن من أهداف الحصول على المسكن الاستقرار الأسري. فوين الإشكالية إذا الوظائف هاي تم توطينها من خلال إدارة الموارد البشرية؟ يعني إحنا اليوم ما نبغي نجيب أجانب على أساس أنهم يجون يمسكون هذا المكان أو شركات حفاظاً على الأموال العامة للدولة، هذه وحدة للإمارة عفواً. اثنين، على أساس نضمن ونخلق وظائف لأبنائنا المواطنين اللي عاطين عن العمل حالياً والباحثين عن العمل. ما هي جهود القيادة العامة لشرطة الشارقة في مجال تنسيق العمل المشترك مع جهات الاختصاص الأخرى بهدف الحد من تهريب العمالة المساعدة ومكافحة هذه الظاهرة التي قد تصل إلى أسلوب منظم في بعض الأحيان؟ إنشاء مختبر بيطري مزود بعيادة بيطرية لفحص المواد المنشطة، كذلك لتركيب الشرائح إلكترونياً. حيث حالياً الشرائح تتركب في نادي دبي أو نادي أبوظبي، ليش ما يكون عندنا في نادي الشارقة تتركب هذه الشرائح؟ وهذا بيكون دعم للملاك الهجن والمسابقين. يعني نتطلع إلى قيام الدائرة بتبنيها والمتمثلة في أهمية التوجه لتطوير آلية تصميم وتنفيذ المجمعات السكنية. سيدي الرئيس، في بداية التوصية، التوصية موجهة للمناطق الحرة، في ختامها موجهة للهيئة ككل، ففي تداخل.
تميز برنامج استشارية الشارقة بتقديم تنوع في حلقاته، حيث تم محاورة شخصيات برلمانية من خارج المجلس، وتفاعل البرنامج مع الأحداث والمستجدات في إمارة الشارقة والإمارات ككل. بحمد الله، هيأ الله لنا ظروفا جعل مجلسنا الوليد يخطو بثبات، ويشق طريقه بسداد، وينمو سريعا، مع أن معظم الأعضاء لم يمارسوا التجربة البرلمانية من قبل إلا 3، كانوا أعضاء سابقين في المجلس الوطني الاتحادي، الأخ الدكتور محمد الصاحي والأخ محمد بن سلطان بن هويدن، ومحدثكم ثالثهم. وأول هذه الظروف المساعدة موقف صاحب السمو الحاكم حفظه الله من المجلس، فقد كانت معاملته له معاملة الوالد لولده البكر، يرعاه ويوجهه ويتابع خطواته ويحثه ويشجعه، شعرنا جميعا بذلك، وكنا إذا بعثنا توصية إلى سموه يأتي الرد الإيجابي سريعا. صاحب السمو حفظه الله يعني يفكر بروح الإنسان المتعلم الواثق من خطاه، نظرة الثاقبة لا تخيب أبدا. وأنا أخذت من كثير من الوقائع اللي حدثت لنا كنساء في المنطقة، يعني تعيين المرأة في المجلس التنفيذي أصبح من البداية، ثم أعقبت تجربة دخول المرأة أيضا في المجالس البلدية. وصح أنها التجربة ما عملت على كل الإمارة، ولكن أيضا أثبتت الأخوات العضوات في المجلس البلدي في بعض المناطق يعني تجربة. دخول الانتخابات أيضا أفسحت المجال لخوض تجربة أكبر. يمكن الجهود خلف الكواليس بدأت من المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة عبر مرسوم صاحب السمو بتشكيل لجنة استضافة البرلمان برئاسة الدكتورة خولة الملة وعضوية أحمد الجروان وعبد الله دعيفس وبقية الأعضاء من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي وحكومة الشارقة. نعم. لتقديم الملف إلى جامعة الدول العربية لطلب الاستضافة، فكانت جهود حثيثة لصياغة النظام الأساسي والعمل بالإجراءات والقيام بفرق العمل للتنسيق مع وزارة الخارجية لاستضافة أو لتقديم هذا الملف للفوز بالاستضافة. والحمد لله تكللت جهود اللجنة بإجماع الدول العربية بالموافقة على استضافة الشارقة للمقر الدائم للبرلمان العربي للطفل. أنا بتحدث بشفافية وصراحة تامة في تجربة سابقة أسدل عليها الستار في المجلس الاستشاري. للأمانة كانت الأمور شفافة دقيقة، كان هناك دعم كبير، كان هناك أيضا نوع من التشجيع أيضا من قبل صاحب السمو الحاكم الله يحفظه في تمكين ما هو صواب وتنبيه لما هو خطأ. هذا في الجانب الرقابي، كنا نرفع التوصيات لمقام صاحب السمو الحاكم، الإجابة تأتي مباشرة بثلاث إشارات: صح، موافقة، خطأ، عدم موافقة، علامة استفهام، توضيح. فكانت الأمور واضحة تماما. هذا من جانب المجلس الاستشاري. في المجلس الوطني يمكن جانب التوصيات تأخذ آلية ومجرى آخر، وإن أرى أن آلية المجلس الاستشاري في طريقة إعداد مشروع التوصيات عن طريق لجنة منبثقة، هذه اللجنة تجتمع مع اللجنة الأصيلة، تستأنس بآراء الأعضاء ثم تقوم بصياغة توصياتها وعرضها على المجلس ثم ترفع لصاحب السمو حاكم الإمارة. في المجلس الوطني مشروع التوصيات تتولى اللجنة الأصيلة المختصة، تقوم بتقديم التوصيات في جلسة مبدئية قبل مناقشة الحكومة. أعتقد يعني هذه نقطة يعني لا تعطي أفضلية، لأن التوصيات التي ترفعها اللجنة عبارة عن إيش؟ عبارة عن إحساس وشعور وجانب نقص وتوقع. لكن على أرض الواقع عندما تناقش الحكومة وتستمع لردود الحكومة، عندما يتداخل الأعضاء وتستمع لرد الحكومة، هنا تتبلور التوصيات بشكل أوضح ودقيق ومباشر. سعادتك أخيرا، كيف ترى الشارقة ما بين اليوم والأمس؟ هذا سؤال جدا مهم. الشارقة الحقيقة حققت إنجازات من أول ما بدأت. أنا يمكن طرحت كان أول مركز تسوق كان في الشارقة، يعني أول نهضة عقارية كانت في الشارقة،
حقيقة يعني ما أبالغ يعني، وهذا الوضع يعني يمكن يكون يعني إحنا مثلاً كان عندنا شارع الوحدة كانت كل بنايات يعني من زمان من أيام السبعينات يعني هذا الكلام. كان عندنا السوق المالي كان في الشارع يعني اللي هم مكاتب يعني التعاملات بالأسهم والسندات والكذا، وكان في الشارع المينا خالد كان عندنا من بدايات سنة قبل لا يكون الاتحاد كان عندنا مينا. فالشارجة الحقيقة سباقة دائما يعني احنا نقول سباقة، وفي نفس الوقت كانت ثقل، كانت مركز يعني كانت مركز. اللي صار الآن طبعا تحول قد يكون يعني يعطينا احنا مثلا فخر كبير يعني. اليوم الشارجة تحولت إلى يعني يمكن نسميها مدينة فيها كل الاختصاصات. برنامج استشاري الشارقة حرص على تعزيز الوعي البرلماني لدى الجميع بما لدوره المحوري من أهمية كحلقة وصل بين المواطنين وأصحاب القرار. أخيراً، ما الذي يوصيكم به صاحب السمو حاكم الشارقة من توصيات وتوجيهات؟ الإنسان أولاً، الإنسان اللي يقطن هذه يعني الإمارة هو محور الاهتمام، ويجب أن نمثل هذا الإنسان أفضل تمثيل ونصل صوته لصاحب القرار. وطبعاً هذا يتم أن نكون فريق عمل واحد. دائما ما يوصينا في مختلف خطاباته أن نكون العين التي يرى فيها، أن نكون الأذن التي يسمع بها حقيقة، وهذا نحن ما نستشعر حقيقة في وجودنا في الوسط المجتمعي في لقاءاتنا مع الأهالي والمواطنين. نحاول وبكل استطاعة حقيقة في استحضار هذا التكليف الذي كلفنا به من سمو الحاكم، واستحضار أيضا دكتور القسم الذي أقسمناه أمامه لجعل هذا المكان وسيلة لتحقيق رؤية سموه ضمن توجهات المجلس الاستشاري وضمن تحقيق هذه الرؤية الملهمة لصاحب السمو حاكم الشارقة. طبعاً إحنا نشكر صاحب السمو دائماً اللي كان يثق فينا ويدعمنا في العمل، وكان يوصينا من توصياته دائماً يقولنا نقوم بالعمل الدؤوب والتعاون ما يحقق الرؤى والأهداف لمواطني الإمارة، ودائما يعني ان نسعى للانجاز وتحقيق رؤيته في استقرار الاسر والعيش الكريم لهم. اول يوم دخلنا في هذا المجلس ولقائنا مع صاحب السمو والحاكم من خلال كلمته في الجلسه الافتتاحيه وما قبل الافتتاحيه في المجلس قبل اداء القسم، ركز في كلمته على ضرورة تقديم الخدمات للمواطنين، خاصة بداية كبار السن، من حيث التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير جميع الخدمات لهم، سواء كانت الخدمات الإنسانية أو الخدمات الاجتماعية أو الخدمات الصحية. وهكذا مشاهدينا، برنامج استشاري الشارقة يزدل الستار على موسمه الأول، ونأمل أن نكون قد وفقنا في القيام بواجبنا الإعلامي وأداء الرسالة البرلمانية. ولا يسعنا هنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى الأمانة العامة للمجلس الاستشاري على دعمها اللامحدود للبرنامج، فأنتم شركاء النجاح. إذا مشاهدينا الأعزاء، لنا لقاء قريب بإذن الله في موسم جديد وبحلة جديدة مع بداية انطلاق الدور البرلماني القادم. دمتم بخير. شاهد الحلقة كاملة على تطبيق مرايا.